يبعث الناس على ما يبعثون، على ما ماتوا عليه. أنا طالبك أيها المؤمن كن أليف الطاعة، ترى ما كنت قائما تفعله آخر حياتك ستبعث عليه يوم القيامة. المصيبة الذي يبعث وهو يغني، المصيبة الذي يبعث والكأس معه، المصيبة الذي يبعث ولي الشيشة في يده، المصيبة الذي يبعث وهو على جنابة من أيام ما صلى لله ركعة، المصيبة الذي يبعث وهو قاطع رحم، المصيبة الذي يبعث وهو كان في مشاحنات ومضاربات ومطاعنات مضارب مع الفلان عشان أرض أو عشان غير ذلك فيموت في هذه المطاحنات، تبعث مخاصما وتبعث يوم القيامة وأنت مع أرحامك مقاطعا. ولذلك أحبابي حتى آخر ما فقرة في الحياة، آخر شيء في الحياة ستنطق بما كنت تحب، تكون آخر فصل في الحياة فضيحة لبعض الناس. بعضهم تقول له قل لا إله إلا الله فيأتيك ببيت شعر، تقول له قل لا إله إلا الله يقول الشعير كم هوبه راعي غنم وبر ما في مشكلة، لكن كان يذكر البهائم أكثر وكانت الدنيا سكنت قلبه. والبعض منهم بكم، وبعضهم يقول قصيدة منشدة، وبعضهم يلعن ويشتم لعن وشتم. لذلك آخر ما ستقول في الحياة هو الذي أنت تحبه، وستبعث يوم القيامة على ما مت عليه. الله يجعلنا وإياكم نبعث ونحن نلبي أو نحن نهلل أو نحن نؤذن.